الوحيد اللي يعرفهم اللي عرفوا فيهم هو القديس يوحنا. ولما قال هو الرب، وده إشارة إن كتير فينا في بحر هذا العالم عارفين المسيح بالنظر، لكن ممكن يغيب عن عينيهم حتى لو هو موجود قدامهم وما يقدروش يحسوا بيه. يوحنا الحبيب يدينا صورة للإنسان اللي حساس تجاه الله، ولذلك كل التلاميذ ما عرفوش السيد المسيح إلا يوحنا اللي قال هو إيه؟ هو الرب. طب ليه السيد المسيح له الموت اختار تلاميذه من الصيادين؟ ليه ما اختارهمش زي زمان في العهد القديم؟ كان معظم الأنبياء زي داود النبي من الرعاة. أباء الكنيسة قالوا إن الرعاة بيرعوا نوع واحد من الغنم، لكن الصياد، صياد السمك، بيصطاد أنواع كثيرة من السمك. كان في العهد القديم في شعب واحد، هو شعب بني إسرائيل، لكن في العهد الجديد المسيح له المجد، قال كده لتكون رعية واحدة ذراع واحد، وقال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك الأخر إيه؟ أيضا. يعني الصياد بيصطاد كل شيء، الصياد الخادم الكاهن الرسول المفروض ان هو يجمع في شبكة الكتاب المقدس كل الأصناف من كل الأمم، مش بس من بني إسرائيل أو من بني جنسو. عشان كده السيد المسيح كان واقف عند بحيرة جنيسارت، وهنا بيوضح عمل المسيح في الكنيسة. المعجزة دي بتوضح عمل المسيح في الكنيسة. يقول الكتاب: فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيادون خرجوا منهما وغسلوا الشباك. يعني ايه؟ اول حاجه من الناحيه الروحيه، السفنتين اشاره للشعبين، هي كنيسه واحده ولكن شعب اليهود وشعب الامم. طيب يعني ايه غسلوا الصيادين شباكهم؟ يعني قعدوا يصطادوا ما فيش ولا شبكه، ما فيش ولا سمكه. طالما ما فيش ولا سمكه يبقى يعملوا ايه؟ يغسلوا الشباك بقى، خلاص ما فيش فايده. وده هنا اشاره للفشل والياس. كتير فينا بيجيلنا حاله من الحالات ان احنا نحس بالفشل، لكن الكتاب على فهم بولس الرسول بيقول الله لم يعطينا روح الايه؟ الفشل، بل اعطانا روح الايه؟ النجاح. ولاد ربنا ناجحين، ولاد ربنا ما يحسوش بالفشل. يقول لا تشمتي بي يا عدوتي، ان سقطت يحصل ايه؟ اقوم. مفيش حاجه اسمها فشل، ومفيش حاجه اسمها ياس. طول ما احنا بنشوف المسيح على الصليب فاتح ذراعيه، مفيش حاجه اسمها ياس، دائما يكون عندنا رجاء. سيدنا البابا شنودة بيناه نفسه كان يقول عبارة جميلة، كان يقول إيه؟ إن مع المسيح في حل وحل، أي مشكلة لها حل. مع المسيح مفيش حاجة غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، مفيش حاجة عند ربنا مش مستطاع، كل شيء مستطاع. إذا مع المسيح في حل وفي إيه؟ حل. حتى ولو كانت المقاييس الطبيعية والحسابات البشرية بتقول لأ، حتى ولو. عشان كده دول صيادين محترفين دارسين البحر وفاهمينه، وعارفين إن طالما ما فيش سمك وعارف طول الليل يصطادوا ما فيش فايدة، فقالوا خلاص نغسل الشباك وانتهى الموضوع. لكن ظهور المسيح في حياتهم غير الفشل لنجاح، وغير اليأس الرجاء. هو ده المسيح في حياتنا، يغير الفشل اللي فينا
لنجاح ويغير الياس لرجاء. عشان كده نفضل متطلعين اليه دائما. عشان كده بولس الرسول لما بيجي يعرف الايمان بيقول الثقه بما يرجى وايقان بامور لا ترى. احنا واثقين في ربنا وبنترجاه. يقول هنا الكتاب وغسلوا شبكهم فدخل السيد المسيح طبعا احد السفينتين التي لسمعان وساله ان يبعد قليلا عن البر. يبعد شويه عن البر. سمعان مين؟ سمعان بطرس. لاحظوا ان بطرس كان يعرف السيد المسيح، كان برضه بيمشي وراه ولسه ما كانش المسيح اختاره. هيختاره المعجزه دي هيختاره، لكن كان بيحب المسيح وبيمشي. ما هو الله فاحص القلوب الكل، هو بيعرف قلبك واشتياقات قلبك من ناحيته. ربنا ما بياخدش بالوجوه زي ما احنا بنقول ده. يا سلام ده عليه النعمه. ممكن يكون واحد فعلا عليه النعمه، ممكن يكون شكله عليه النعمه لكن جواه ما فيهوش نعمه. كتير من الناس اللي بتضحك على الناس لهم طريق لطيف، طريقه لطيفه، وش مبتسم وحلو، ومع ذلك بيخدعوا الناس. لكن الله ينظر الى القلب ومن خلال القلب يختار. يعني ربنا عنده خيار وفقوس. يعني ربنا بيختار ناس وما بيختارش ناس. ده يوحنا كان مميز عن الكل. يوحنا كان مميز عن الكل، هو فعلا كان مميز عن الكل، يوحنا الحبيب. بس عاوز اقول لكم حاجه، زي ما بيقول القديس يعقوب ان الله ليس عنده تغيير ولا زل دوران. ربنا ما بيتغيرش زي الشمس. حتى الشمس هيجي لها في وقت من الاوقات تنهار وما تديش ضوء، لكن الله عموما لا يتغير. طب ليه واحد بيبقى قريب من ربنا واحد محبب وواحد مش محبب؟ الله بيحب الكل وبذل نفسه من اجل الكل، بس على قد محبتك، على قد محبتك انت لربنا بتبقى قريب او مش قريب. اكتر واحد في التلاميذ كان قريب منه هو القديس يوحنا. فضل وراه وفضل معاه لغاية تحت الصليب. فين الباقي؟ حتى الاثنين اللي مشي وراه غير قديس يوحنا كل واحد مشي. بطرس خرج بكى وبكى نور. ماري بطرس كان شاب صغير، جابوا يمسكوه ساب هدومه وجابوا. هو يوحنا محبته للمسيح هي اللي ميزته عن اخواته. زي ما يكون عندك في البيت عيل اكتر واحد، انت بتحب الكل ولادك كلهم، بس فيهم واحد بيحبك انت وبيظهر محبته ليك اكتر من رحم الباقي. بتبقى انت قريب منه لان هو قريب منك. مش معنى كده ان انت بتميز. هو ده مسيحنا، هو بيحبنا كلنا. يقول الكتاب عنه، يقول عنه نحن نحبه لانه هو احبنا. ايه هو بيحب؟ ما قالش بيحب نص العالم والربع التاني لا والنص التاني لا. بيحب الكل، الكل. بس انت قريب ازاي؟ مقياس القرب للمسيح هو الايه؟ هو الحب. عشان كده النجم يمتاز عن النجم في الدنيا. ربنا عارف قلب سمعان، ولذلك اختار السفينه بتاعت سمعان وقال له تعالى يا سمعان. انا عاوز اقول لك حاجه يا سمعان، بس الكتاب هنا في ايه 4 بيقول ايه؟ ولما فارغ من الكلام، يبقى المسيح لما خلص التعليم بتاعه قال له تعالى يا سمعان. التعليم اهم ولا المعجزات اهم؟ الوصيه اهم ولا المعجزه اهم؟ ثمر الروح اهم ولا الموهبه اهم؟ طب ايه رايكم ان ناس كتير عملوا معجزات وناس كتير هتعمل معجزات وهيجي في اخر الايام يقولوا ربنا احنا باسمك تنبأنا، باسمك اخرجنا شياطين. يقول لهم ايه؟ ابعدوا عني انا ايه؟ لا اعرف. خلي بالك، ركز في الكلام اكتر ما تركز في اي معجزه بتحصل. انا بشوف في الوقت بتاعنا دلوقتي بقت العمل المعجزات واخراج الشياطين زي ما يكون الحاوي يعني. صحيح بتمجد اسم ربنا ما بنقولش حاجه، بس الناس تنبهر
تنبهر بان في معجزات بتحصل. ايوه المعجزات تؤكد عمل الله وتقيد الكرازه وتقيد الايمان. بس ركز الاول في تعليم المسيح الكتاب المقدس، لان هو ده طريق السماء، هو ده الطريق وهو ده السلم اللي هيوصلك للسماء. المعجزه هتفرح بيها، ما اتعلمتش منها هتنساها. وان ثبتت ايمانك كويس، بس لو ما استفدتش بيها مش هتقدر توصلك للسماء، لو ما كنتش بتعيش كلمه الله الحيه الفعاله في الكتاب المقدس. تقراه باستمرار وتفهمه وتطبقه في حياتك، هو ده مسيحنا، هي دي مسيحيتنا. يقول الكتاب لما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد الى العمق، ابعد الى العمق، خش جوه وابعد عن البر. طول ما الانسان مرتبط بارضيات وقريب من الارض، طول ما هو ما يقدرش يتطلع الى السماء، ما يقدرش يشوف الابديه، ما يحسش بيها، لان الارضيات والقرب منها والزمنيات والماديات تعميه. لكن المسيح بيقول لنا رساله النهارده: خش للعمق. يعني ايه خش للعمق؟ في حاجه اسمها السطحيه. الواحد بيعيش مع ربنا سطحي، يعني كلمه سطحي يعني زي من السطح. يعني الواحد يجي الكنيسه ويصلي كل حاجه ويقرا في الكتاب المقدس، ولكن جوه في حياته مفيش كتاب مقدس. زي ما بيقولوا دي نقرا ودي نقرا، ده ما عندناش احنا الكلام ده. تخرج من الكنيسه تبقى حامل الكنيسه جواك، تخرج من التناول يبقى المسيح موجود والتناول جواك طول الاسبوع. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: به نحيا ونتحرك وايه ونوجد. هو كده، والا يبقى خسرنا ايه؟ خسرنا ابديه. عشان كده بقول له لازم الثمر يجي في العمق. خش العمق، دوق حلاوه المسيح، تشعر بالحراره الروحيه، تشعر ان كل حاجه في العالم فانيه، تشعر ان انت زي ما بيقولوا قديس اغسطينوس جلست فوق الايه؟ قمه العالم، لانك احسست ان انك لا تريد منه شيء. وعلى راي الكتاب وداود النبي: معك لا اريد شيئا على الايه؟ على شبع. دخل بالعمق. والقوا شباككم للصيد. فاجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم ناخذ شيئا. من حقه يتحرر، من حقه يفهم، لكن مش من حقه يتجادل ويصر على رايه. احنا رب فاهمين موضوع السمك، احنا صيادين هبا عن جد، وطول الليل وده الوقت اللي بيبقى فيه سمك، طول الليل ما عرفناش نصطاد. تعبنا طول الليل ولم ناخذ شيء، ولكن هنا بقى كلمه ولكن دي فيصل. ولكن على كلمتك القي الايه؟ الشبكه. الطاعه مفتاح البركه، باب البركه. تطيع تسيب ربنا يشتغل معاك، والله لما يشتغل معاك ويشتغل بيك مفيش بركات بعد كده، مفيش سلام بعد كده. المقاييس كلها ما تنفعش، بس انت رب قلت حاضر يا رب، الموضوع مش على مزاجي، مش مريحني، بس انت قلت يا رب حاضر يا رب. الطاعة، قال له حاضر. ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. يبقى انا هلقي الشبكة وانا جوايا ايه؟ طاعة بس الإيمان. ما انت ممكن تقول يلا هسمع الكلام وارميها بس انا عارفش اجيب حاجه، مش ممكن تقول كده؟ اها مشي حالك وخلاص، جالي الجو وخلاص، طب ارميه مش هتجيب حاجه. وتقول قعدنا نرشم في الصليب، وقعدنا نصلي ولا طلع الشيطان ولا حاجه، وقعدنا نقول ولا سمعنا ولا حاجه. عارف ليه؟ علشان بتصلي بدون إيمان.
كل شيء تطلبوه في الصلاة مؤمنين باسمي، مؤمنين وباسمي يحصل ايه؟ تنالوا. كان جوه سمعان بطرس ايمان قوي، زي فكرني بايمان ابراهيم، ايمان ابونا ابراهيم. ربنا يقول له اذبح ابنك اسحاق، ما فصلش ولا جادلش ولا حاجه ومشي. ما كانش جواه يقول له يا رب يا رب ترجع في كلامك، يا رب وارجع بيه صح، ما قالش كده. طب عرفنا منين؟ عرفنا من بولس الرسول. قال ايه بولس الرسول؟ قال ان ابراهيم كان يؤمن ان الله قادر ان يقيمه من الاموات، يعني هو هيقدمه ويموته، وكل الايمان اللي جواه ايمان قوي جدا، كله ايمان ان بعد لما يموت، هو في حد بعد ما يموت بيقوم؟ مش دي مقاييس البشر مش كده؟ لكن مين اللي يقوم الاموات؟ المسيح. ده ايام ابراهيم ما كانش المسيح موجود بالجسد، ما كانش ابراهيم لسه شاف معجزات، ما كانش جه ايليا قوم ولا اليشع. يبقى ايمان ابراهيم ان جوه ان حتى لو الابن مات ربنا هيقيمه. مش هو ربنا عاوز كده؟ طيب سامعني نفس الحكايه، هرمي الشبكه يا رب، انا مطيع يا رب وبحبك وكل ايمان. عشان كده لما رمى بالشبكه بالايمان والطاعه السمك كان كتير جدا، الشبكه ابتدى يتقطع، السفن ابتدت تغرق من كتر البركه. هيقول لك الواحد مش قادر يمشي من تقل البركه، من كتر البركه اللي ربنا بيبقى زي ما بيقولوا كده الرسل قالوا كفانا كفانا، هل يعوزكم شيء؟ قالوا ما عوزناش اي حاجه، تقل شبع. طيب يقول أدب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم ناكل شيئا ولكن على كلمتك اكل ايه؟ الشبع. ولما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شباكتهم او شبكتهم تتخرج من كثر الايه؟ السمك وتقل. ما الشبكه دي هي الكتاب المقدس. الشبكه اللي بتصطاد البشر بتصطاد المؤمنين هي الكتاب المقدس. هو ايه الفكره من فكره معجزه السمك؟ يعني السمكه دي هي اشاره للسيد المسيح وعمله في الكنيسه، والسمك ده كله هو اشاره للمؤمنين. مين اللي ممكن يصطاد المؤمنين ده كلهم؟ شبكه الكتاب المقدس، كلمه ربنا. عشان كده بيقولوا شوفوا الشبكه ابتدت ايه؟ تتمزق. طب يعملوا ايه؟ عارفين لو انسان طماع وانسان جشع ما بيحبش غير نفسه واناني، لما تتملي السفينه بتاعته سمك والسفينه هتغرق، عشان ما عندهوش ربنا جواه، ما عندهوش حب، عمره ما يقول للناس اللي ايه اللي معاه تعالوا شاركوني في الخير. يقول لك يا عم شاركوني في الخير ليه؟ ده تعبي انا، ما يشاركونيش حتى لو السفينه غرقت، حتى لو السفينه غرقت. لكن بطرس كان غير كده. لما السفينه ابتدت هتغرق نادوا السفن الثانية، نادوا السفينة الثانية اللي كانت معاهم، تعالوا تعالوا الحقوني، شيلوا معانا الايه؟ شيلوا معانا السمك. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا وإيه؟ ويساعدونا. من الناحية الروحية آباء الكنيسة بيستعينوا أو الآباء الرسل استعانوا بآباء تانيين في الكنيسة، والكنيسة ولودة بالآباء علشان الخدمه كلها. اذا كلها عمل شركه وعمل ايه؟ حب في الخدمه. فاشاروا الى شركائهم الذين في السفينه الاخرى ان ياتوا ويساعدونهم، فاتوا وملأوا السفينتين حتى اخذتا فين؟ في الغرق. فلما راى سمعان بطرس ذلك، انا بيعجبني قوي معلمنا القديس بطرس، يعجبني في عباراته القويه كده فيها حب غير عادي. لما يقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس حتى لو اتضرب وفهد، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ده حتى وقت التناول لما كان السيد المسيح بيتكلم عن التناول في يوحنا 6 وكل الناس مشيت لانهم مش مصدقين ان ده جسد ودم حقيقي. فضل ال 12 بس. المسيح قال لهم انتوا عاوزين انتوا كمان تمشوا؟ امشوا. فبطرس يرد رده الجميل يقول الى اين نذهب يا رب وكلام الحياه.
شوف بطرس، بطرس الحلو ده حلو بمعنى حلو، حلو بمعنى حلو يعني جواه روحانيات، جواه اتضاع، جواه حب كبير. بص كده على السمك وعلى اللي حصل، ما قالش يا سلام ده احنا النهارده هنبيع بيع وهنكسب مكسب مفيش بعد كده، ما قالش كده. كتير فينا، كتير فينا بنقع في حاجه، نفتكر العطيه وتبقى العطيه هي كل حياتنا، وننسى العاطي صاحب العطيه اللي هو اللي هو بكلمه منه ممكن يشيل العطيه فيه خالص. عشان كده بيقول ايه؟ يقول الكتاب: فلما راى سمعان بطرس ذلك خر سجد على ركبتيه وقال ليسوع ايه؟ قائلا: يا رب اخرج من سفينتي. انت بتطردني يا بطرس؟ لا 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 يا رب انا ما بطردكش، انا ما استاهلش ان انا اقف قدامك. عشان كده بيقول يا رب اخرج من سفينتي، وما سكتش لاني رجل ايه؟ خاطئ، انا انسان خاطئ ما اقدرش وما استاهلش ان اقف قدامك. اصلي دول ولاد الله القديسين، يوحنا المعمدان يقول له ازاي اعمدك؟ يقول له اسمح الان، يقول له ده انا ما استاهلش ان انا انحني واحل سيول حذائك، يقول له اسمح الان. يسمع الكلام. قائد المئة قال له انا ما استاهلش تخش تحت سقف بيتي، قول كلمه من بقك انا ما استاهلش يبرأ غلامك. دي ناس حلوه، خدت الحلاوه منين؟ خدت حلاوه المسيح اللي حلقه حلاوه كله ايه؟ كل المشتهيات. عشان كده بيقول ايه؟ بيقول الكتاب: فاشاروا الى شرفائهم، فلما راى بطرس ذلك خر على عند ركبتيه يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب لاني ايه؟ رجل ايه؟ خاطئ. ده مش بس بطرس، يقول لك واعترى الجميع ايه؟ دهشه، كل الناس اندهشت على صيد السمك الايه؟ اللي اخذوه. ده بيذكر هنا الكتاب كمان يعقوب ويوحنا ابني زبدي، لكن السيد المسيح يطمن بطرس يقول له ايه؟ زي ما بيطمننا كلنا. فقال يسوع لسمعان: لا تخف. قال له ما تخافش، ما تخافش يا سمعان، انا بحبك. انت بتقول ان انت ما تستاهلش، ما الناس اللي بيقولوا هم ما يستاهلوش دول هم الناس المتضعين، انا جيت عشان خاطر المتضعين. انا قلت تعلموا مني الحاجه الوحيده، قلت تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. عارف الاتضاع هو ايه؟ هو انك تخضع للمسيح وتشعر ان ارادتك ومشيئتك خاضعه ليه، وان هو كل حاجه في حياتك، هو الاول والاخر في حياتك، لا على فهمك تعتمد وعلى قدرتك ولا على ذاتك ولا اي حاجه. عشان كده يرفع الله المتضعين بايه؟ بفكر قلوبهم. الست العذراء امنا كلنا رفعها ليه؟ وهي قالت التسبحت لانها متضعه، قمه الاتضاع. لا تخف يا بطرس، بس انا بقى انت بقى ايه يعني حاجه مختلفه. انت مش انت بتصطاد الناس السمك؟ ده انا هرقيك، هرقيك ترقيه غير عاديه. يا رب هعمل ايه؟ قال من الان تكون صيادا للايه؟ للناس. ما انت صياد ماهر، صياد ماهر في شغلتك، مطيع، عندك ثقه وايمان، ده انت تنفع ان انا استخدمك في الخدمه. صياد يعني معهوش دكتوراه، معهوش بكالوريوس، معهوش صياد. طب ما سمعان الخراز، خراز يعني جزمجي يعني على قده، نقل جبل المقطر، القداسة لا بالعلم ولا بالمال ولا بالإمكانيات البشرية، القداسة بحب القلب لربنا، حب خالص يذكر ربنا في القلب فيقدسه فتصير كل حياة الإنسان مقدسة. عشان كده ربنا قال لا، ده أنت أنا أنتشي لك، أخليك تشتغل معايا. يا سلام على الإنسان اللي يشتغل مع ربنا،
مفيش بعد كده. تشتغل مع مدير في الشغل يطلع عينك ويظلمك، لكن ربنا مختلف. احلى حاجه الانسان يشتغل مع ربنا، الله رحوم محب عادل. عشان كده قال له انت تشتغل معايا هخليك تبقى صياد ايه للناس. بصوا بقى، شوفوا حلاوه الاباء الرسل لما ربنا اختارهم. ودي اخر حاجه في الفصل عشان ما اطولش عليه. يقول الكتاب ولما جاءوا بالسفينتين الى البر، سفينتين محملين بالسمك مليانين، لما يجوا البر يعملوا ايه؟ فكروا معايا بقى، يفرزوا السمك ويقعدوا بقى عشان يبيعوه، هيكسبوا كام النهارده وهنوزع الربح على مين والدنيا هتشتغل بقى كلها. حاجه غريبه قوي، بس الغريبه دي الانسان اللي بيعيشها هو اللي بيعرف يكسب حياته الابديه ويبقى نصيبه هو المسيح، زي ما بيقول ارميا في مراسيل، يقول ايه؟ نصيبي هو الرب. قالت ايه؟ قالت نفسي. ايه الحكايه؟ قال تركوا كل شيء، كل ده شيء، ده انتوا ناس اغنياء، ده الخير على ايديكم قد كده، تركوا كل شيء وايه؟ وتابعوه. هل عندك استعداد تترك كل شيء وتتبعه؟ يقول لي ابونا يعني هنسيب شغلنا، هنبقى ناس فقراء، وطب ما احنا ربنا مدينا نعيش كويس، عيش كويس بس ما تتمسكش بالحاجه. لا تنسى العاطي وتتمسك بالايه؟ العطيه. العطيه ممكن تزول لو انت ما حافظتش على وجود العاطي الاساسي، مصدر كل بركه وكل نعمه هو ربنا. يا ريت فعلا نحافظ على ربنا جوانا، لان هو مصدر كل البركات والنعم في حياتنا، له المجد الدائم.